أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن
طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها وبدارا أن يكبروا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء و
والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang telah didengarkan oleh Puan Siti Zaleha binti Mat Daud daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.